السلام عليكم الحباب، كنرحب بكم في قناة غسيل دو عمان الفاسي. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، وكنشكركم على انضمامكم للقناة والتفاعل. والعائلة ما شاء الله غادا وكتكبر، هذا كيشرفني. ودابا جبت لكم واحد الوجبة اللي هي سهلة بالخضار وصحية بالنسبة للوليدات الصغار والكبار. كنتمنى تجربوها بهذه الطريقة وتردوا لي الخبر في الكومنتير، ونخليكم مع المقادير. عندنا واحد شوية ديال لايكو، عندنا الجزر، عندنا البروكولي، عندنا طوماط سوريز اللي يمكن لكم تعوضوها بمطيشة عادية، عندنا جلبانة، عندنا زيتون، الكورجيت، عندنا البطاطا، وعندنا هاد الفخيضات ديال الدجاج. تقدروا ديروها بالدجاج باللي كان عندكم، لا داند اللحم اللي كان يعني المتوفر. عندنا الزيت البلدية، عندنا سكينجبير، عندنا البزار، الخرقوم، الملح حسب الذوق، قزبر وماء دنوس، عندنا واحد الفص ديال الثومة، عندنا واحد بصلة مقطعة. يلا نخليكم نبداو على بركة الله. دابا غادي نبداو بالبصلة، ما غاديش نخليوها ما حتى شي حاجة، غادي نديرو كلشي مباشرة. غادي نبغيو الفخيضات ديالنا ديال الدجاج. بالنسبه للتوابل ما غاديش نديرهم دابا، دابا غادي نبدا الجزر هو الاول حيت يشد واحد شويه الطياب. غادي نديرو الجزر، غادي نديرو هو الاول. جلبانة ديالنا، البروكولي. هاد الصراحة هاد الطبق هذا يعني بزاف ديال الفيتامينات بالنسبة للناس الصغار اللي ما كياكلوش بزاف الخضر. غادي نديرو القرعة ديالنا، غادي نديرو مطيشة ديالنا مباشرة. كيف هاد الطاجين ما غاديش يتقدر بزاف، الماء غادي يكون فيه غير قليل باش يطولناش. غنديرو الفص ديال التومة ديالنا، غادي نديروه حتى الاخر.
وبالنسبه للتوابل دابا عاد غادي نكبوا التوابل ديالنا حيت ما كنبغيش نديروا مانا من تحت مع الدجاج كيتحرقوا. يعني هذا كنديروا حتى مع الطبق النهائي. وهاد القزبر مع الدنوس غادي نديروه دابا وفي الاخر غادي نزيدو فاش يطيب فاش يكون وصافي صافي قريب يطيب واحد القسم هكا ولا قسمين غادي نزيد عليه واحد نرجع لكم من بعد. يلا مع السلامه. قلت لكم الحباب ديالي ها هو الطويشين ديالنا تاكلوه بالصحة وبالسلامة. هانتوما جا ناشف وطيب مزيان غادي نذوق معاكم. بسم الله. والله القسم إلا جا غزال خاصكم تجربوه. هانتوما كاع الخضرة طايبة وبالصحة والراحة. ولا عجبتكم الوصفة ما تنسوش دعمونا باللايكات وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله وتسناوني في الفيديو المقبل. يلا يعني السلام عليكم.